مساء الخير على احلى مشاهدين. النهارده هنعمل مع بعض عجينه الفينو والكايزر بناء على طلب كل المشاهدين. اللي لما عملنا البرجر كله طلب مننا العيش بتاع البرجر. طبعا الكايزر ينفع للبرجر واي حاجه تانية، سندوتشات تنفع للاولاد، والفينو برضو بدل ما نشتري من بره تبقى الفينو موجود عندنا، وممكن نعمل بزياده ونبقى نحطه في التلاجة. بدانا نحط المكونات الجافه كلها على بعض زي ما انتم شايفين، دقيق والخميره واللبن البودر. هنبتدي دلوقتي نقلب الدقيق بالزبده، نبسه كويس قوي لحد ما الزبده تدوب كده. نحط الزيت، نبتدي بقى نحط اللبن كوبايه كوبايه. اللبن يستحسن يكون دافي عشان يساعد على تخميرة العجين، ما يكونش لا سخن ولا بارد، دافي دافي يدوب ايدك تستحمله كده. نبتدي نحط دلوقتي الكوباية التالتة، يعني خلصنا كوبايتين اللبن وابتدينا نحط كوباية المية الدافية كده. خد كل اللبن وخد كوباية المية وكده. العجينة بتاعتنا عجينة طرية عشان الفينو يطلع حشو وحلو. نغطيه ونسيبه يخمر لحد ما يتميل الطبق للآخر. كده العجينة خمرت ملت الطبق زي ما انتوا شايفين. نبتدي نعمل الأشكال اللي احنا عايزين، عايزين كايزر كبير، عايزين كايزر صغير، عايزين فينو كبير فينو صغير، زي ما احنا عايزين نعمل. وده سهل وخفيف مش متعب خالص في عميله عشان تكون عارفين، مجرد ان احنا ندورها كده كده تطلع كزراية كبيرة معانا. يعني الصينية زي كده شالت 6 كزرات كبار اللي بنعمل بهم البرجر الكبير. نكمل المقدار كله زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل شوية دلوقتي فينو مع بعض. فينو ناخد نقطع دواير ونفردها زي ما انتوا شايفين كده اهو، ونلفها كده ونثبتها كويس في الأطراف. وندهنها من الوش بلبن وبيض ومعلقة وحبة فانيليا وحبة سكر عشان يلزق فيهم البقسماط. ندهنها كلها على الوش. دي بيضة، حبة لبن، رشة سكر، حبة فانيليا. هندهن الوش كده من فوق كل الفينو وكل الكايزر، وممكن نحط عليه سمسم وممكن لا، على حسب رغبتنا. يعني السمسم ده كل واحد على حسب اختياره. كده الفينو خمر والكايزر سبناه مرة تانية، على فكرة بعد ما حطيناه في الصواني سبناه يخمر مرة تانية. كده بعد ما خمر ودهنا الوش نرش السمسم عليه وندخله الفرن ونلاقي اللون اللي احنا بعد ما خلص وخرج من الفرن. جميل جدا عايز اقول لكم، وسهل خالص ما خدش مننا وقت. شوف طار ازاي وحلو ازاي من جوه وخمران. بكيلو دقيق عملنا كايزر وعملنا فينو من غير اي مجهود. نقدر نعمل مسندوتشات لاولادنا للمدارس او نفطر بيه الصبح او بالليل، وبالهنا والشفا. دي كانت وصفتنا الجديده، استنونا وصفه تانية. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير.